Welcome, grade 4. We will study time for English. We will complete unit 5 at the hospital. At the hospital, it means في المستشفى. Lessons 3 and 4. Grammar. Grammar بتاعنا possessive adjectives. What's the meaning of possessive adjectives? صفات الملكية. صفات الملكية. My, your, his, her, its, our, their. تاني. My, your, his, her, its, our, their. Examples. Number one. This is her pen. This is her pen. طب احنا اتفقنا مع بعض ان this. What's the meaning of this? اسم إشارة بمعنى هذا أو هذه للمفرد القريب. للمفرد الإيه؟ القريب. طيب تعالى بقى نقرأ كده مع بعض. This is her pen. What's the meaning of this is her pen? هنا معناها هذا يكون قلمها. قلمها her pen. هنا مطبوع بإيه؟ باسم. يبقى هنا ركز كده معايا. بقول لك this is her pen. معناها إيه هذا يكون قلمها؟ أنا هنا حددت إن القلم ده إيه؟ بتاعها. ملكة. طيب here ده possessive adjective ولازم يكون وراه noun. Number two. That is our house. That is our house. What's the meaning of that is our house? هذا يكون بيتهم أو منزلهم. تمام. إحنا اتفقنا مع بعض إن that ده اسم إشارة للإيه؟ للمفرد الإيه؟ البعيد. للمفرد البعيد. Our house. What's the meaning of our house? منزلنا. 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 منزلنا يعني إيه بتاعنا إحنا. تمام؟ طيب. Subject pronouns. I. What's the meaning of I? أنا. He. هو. She. هي. It. هو أو هي لغير العاقل. You. أنت. أنت أو أنتم. We. نحن. They. هم. هم. كل دول يسنوا ربع بيجي plus verb. Plus verb. يبقى تعالى كده نقراهم مع بعض تاني. Try again. I. He. She. It. You. We. They. كل ده is subject pronouns. تمام؟ I. He, she, it, your, we, they. Plus verb. Plus verb. I, he, she, it, you, we, they. Plus verb. طيب تعال نشوف بقى possessive adjectives. تعال كده نشوف. I. هتبقى ايه بقى؟ My. What's the meaning of my? يعني ايه؟ ملكي. تمام؟ He. تعال كده نشوف مع بعض هتبقى ايه؟ His. His. Bravo. She تبقى هير. Excellent. It تبقى its. تمام؟ كل دول يسنة رابعة مطبوعين بإيه؟ بنون. بنون. What's the meaning of noun؟ معنى اسم. زي كده الاكزامبلز لما قلنا this is her pen. This is her pen. جي بعد هير وأور إيه؟ اسم سواء pen أو house. Any noun. تعالى كده ننزل بقى مع بعض تاني. You. هنا هتبقى إيه؟ yours. في السازف هتبقى your. We هتبقى our. Our. Excellent. They هتبقى their. برافو. يبقى تعالى كده مع بعض. I هتبقى my. He his. She her. It its. You your. We our. They their. كل دول يا سنة رابعة هنا بتكلم في ايه؟ possessive adjectives أو صفات الملكية. تمام. يبقى تعالى كده نراجعهم تاني. I my. He his. She her. It, it's, you, your, we, our, they, their. كل دول يا سنة رابعة خلي بالك مطبوعين بإيه؟ باسم plus noun. زي الاكزامبلز كده تعالى نراجع مع بعض. This is her pen. This is her pen. That is our house. That is our house. يبقى possessive adjectives لازم تكون مطبوعة باسم أو لازم يجي بعدها noun أو اسم. Examples. تعالى كده نشوف مع بعض الاكزامبلز بتاعتنا. Number one. My ear hurts. My ear hurts. What's the meaning of my ear? أذني. أذني. Hurts هنا بمعنى تؤلم. طب ليه الناس حطيت للverb hurt s؟ عشان ده هنا ايه؟ singular noun. واحنا اخدين في present simple. تمام؟ My ear انا بتكلم على singular noun يعني حاجة ايه؟ مفردة. تمام؟ يبقى هنا هقول my ear hurts. What's the meaning of hurts? أذني تؤلمني. تؤلمني عشان هنا ايه دي أذن واحدة. طيب تعالى دي في زمن البريزنت سيمبل وماي اير لو شلناها ممكن نحط ات ودي من المجموعة الثانية يعني الفيرب بلس اس يبقى ماي اير هيرتس. اكسلنت. نمبر 2. ماي ايرز هيرتس.
هي مين يقول لي different between ايه بينهم ايه؟ my ear ده singular noun but my ears plural noun. طيب برافو. طب بص كمان في اختلاف تاني. انا هنا my ears حطيت ايه plus s، لكن هنا heard حطيت لها اي اضافات؟ verb infinitive او في المصدر معناه بدون اي اضافات، يبقى my ears heard. برافو. grade 4 يبقى هقول my ears heard. يبقى انا هنا لما اجي اتكلم عن plural noun اللي هو الجمع احط الفيرب انفينيتيف من غير اي اضافات. نمبر 3 his finger hurts. طب ليه انا حطيت للفيرب اس؟ لان his finger ده singular noun. what's the meaning of his his finger؟ اسم مفرد. انا هنا بقول صباعه. تمام، انا بتكلم عن ايه؟ صباع الملكيه بتاعه هو. تمام. طيب انا هنا هقول his finger hurts. ليه حطيت اس؟ عشان هنا اس ده singular noun. برافو. جريد 4. تعال نشوف نمبر 4. His fingers hurt. His fingers hurt. What's the meaning of his fingers؟ أصابعه تؤلمه. عن هنا plural or singular؟ Plural noun. Bravo. Grade 4. عشان كده الverb هنا هيبقى infinitive. هنا الverb في infinitive. His fingers hurt. His fingers hurt. ليه حطيت hurt في الانفينيتيف؟ عشان هنا دي ايه؟ بلورال ناون. يبقى هقول هيز فينجرز هنا اصابعه تؤلمه. تمام. طيب تعالوا نشوف مع بعض اللي بعدها. ذا كوركت انسر. تشوز ذا كوركت انسر. يا واتس مينك اوف تشوز ذا كوركت انسر. اختر الاجابه الصحيحه. نمبر 1 ذس از عمرو. تمام. بعد كده جايب لك سبيس فادر از ا دكتور. واتس مينك اوف فادر از ا دكتور؟ والده دكتور، يكون دكتور. طيب تعالى كده نشوف مع بعض الاستاذ الاختيارات. تعالى كده نشوف مع بعض his or her or he or our. تعالى كده انا بتكلم عن مين؟ عمرو. طب عمرو ده ممكن اشيله واحط ايه الناون البرونون بتاعي؟ هي. طيب واحنا واخدين كده في الجدول مع بعض ان هي مع البوسيسيف هتبقى ايه؟ his. his. برافو. يبقى هقول this is عمرو his father is a doctor. هذا يكون عمرو، والده يكون ايه؟ دكتور. برافو. جريد 4. اكسلنت. He is ill. What's the meaning of ill? هو يكون مريض. هو يكون مريض. His arm. ذراعه. ماله بقى؟ hurt. hurts. hurting. hair. طب انا هنا بتكلم his arm singular ولا plural؟ singular noun. singular. يبقى انا هحط للverb s ولا في الانفينيتيف؟ verb plus s. verb plus s عشان انا بتكلم عن singular. برافو. يبقى هقول he is ill. هو يكون مريض. his arm hurts. نمبر 3 سبيس ني هيرتس. what's the meaning of ني؟ ركبه. ركبه. هيرتس انا هنا حطيت للفيرب ايه؟ اس. عشان هنا ايه؟ سينجولار. انا بتكلم على ايه؟ على ني. تعالى كده نشوف مع بعض وي اور يو ايه اور هير اور هي. هير هير ني هيرتس. برافو. جريد 4 هتبقى هير ني هيرتس. نمبر 4 my space hurt. تعالى كده نشوف. طب هنا hurt متضاف لها اي حاجه ولا infinitive؟ infinitive. infinitive. برافو. يبقى هنا هحط plural ولا singular؟ plural. برافو. grade 4 يبقى هقول I ولا or foot ولا or leg or feet. هنا هتبقى ايه؟ انا سامعينكوا اهو. برافو. بتقولوا ايه؟ my feet hurt. برافو. grade 4 يبقى هقول my feet hurt. عشان هنا دي ايه؟ plural. واحنا اتفقنا مع بعض ما دام في plural يبقى احط للverb infinitive في المصدر من غير اي اضافات. نمبر 5 they are sick. what's the meaning of sick؟ هما يكونوا مرضى. طب تعالى كده نشوف مع بعض eyes hurt. eyes hurt. تعالى كده نشوف مع بعض her or his or their or my. هي تعالى كده انا بتكلم على انهي subject؟ هنا ايه؟ ذي. واحنا واخدينه في الجدول بتاعنا اهي. ذي انا سامعاكوا. برافو. سنه رابعه. برافو. ممتازين. هتبقى ذير. ذير. اكسلنت. يبقى هقول ذي ار سيك ذير ايز هيرت. عينيهم مالها؟ تؤلمهم. تمام. نمبر 6 شي هاز ا باك. هي تملك حقيبه. تمام. بعد كده جايب لك سبيس bag is small. حقيبة تكون ايه؟ صغيرة. صغيرة. طب تعالى كده نشوف التشوز بتاعنا. his it's there here. انا هنا بتكلم عن مين؟ عن
السبجكت بتاعي مين؟ شي. ده سينجولار او بلورال؟ سينجولار. تمام. طب تعالى كده نشوف، انا هنا بنت، جي شي اللي هي البنت. تمام. طب تعالى كده احنا فاكرين مع بعض الجدول كنا بنحط مع شي ايه؟ ادجكتيف كان هير، يبقى شي هاز ا باج، هير باج از سمول. يبقى تعالى كده شي هاز ا باج، هير باج از سمول. تعالى كده نراجع مع بعض. This is Amr. His father is a doctor. He is ill. His arm hurts. Number 3. Her knee hurts. Number 4. My feet hurt. They are sick. Their eyes hurt. She has a peg. Her peg is small. Number 2. Look and answer the question. Look and answer the question. انظر وجاوب الأسئلة. Number 1. Is that your hand? Is that your hand? السؤال اللي قدامنا ده بادئ بإز. Is the helping verb بمعنى هل. الإجابة بتاعته yes or no. بص كده في السؤال معايا. Is that your hand؟ وهو جايب لي صورة إيه؟ صورة ميس هنا فوت، قدم. يبقى السؤال مختلف عن الصورة. غير مطابق. يبقى yes or no؟ No طبعا. يبقى حقول no it isn't. No it isn't. No it isn't. طبعا كتبنا no يبقى لازم يكون في السؤال في الإجابة بتاعتنا إيه؟ no. يبقى no it isn't. ما ننساش يا سنة ربعنا ما نيجي نجاوب no لازم أحط إيه؟ not. وبعد verb to be اللي موجود عندك، عشان أنا بسأل أصلا بإيه verb to be اللي هو الهيلبنج verb. Is that your hand? No it isn't. Number 2. Is she a nurse? What's the meaning of is she a nurse? هل هي تكون ممرضة؟ طب تعالى كده نشوف الصورة البيكتشر بتاعتنا. طبعا هنا ايه صورة ايه سنة ربعة؟ nurse. طب تعالى كده نشوف مطابقة ولا مش مطابقة؟ ايوه مطابقة، الصورة شبه السؤال. طيب يبقى انا هقول ايه؟ yes or no؟ yes. bravo great 4. يبقى هقول yes she is. number 3. does her knee hurt? What's the meaning of does her knee hurt؟ does ده برضو helping verb بيجي في السؤال بمعنى هل واجابته yes or no. يبقى هل ركبتها تؤلمها؟ طبعا مش هقدر اجاوب غير لما ابص على ايه البيكتشر بتاعتي. طب تعالى نشوف كده هنا جايب لك صوره ايه؟ ركبه. وجعاه وماسكها. يبقى هنا هتبقى ايه؟ does her knee hurt؟ يبقى هقول yes or no. yes yes it does. yes it does. grade 4 ممتازين. where does a doctor work? What's the meaning of where? Where the question word asking about the place. The place معنى أين، بتسأل عن place. Where does a doctor work? طيب تعالى كده نشوف مع بعض الدكتور يا سنة ربعة بيشتغل فين؟ In the hospital. طيب بص هنا عندك two answers ممكن أجاوب بيها. ممكن أجاوب complete answer، ممكن أجاوب short answer. Complete answer ممكن أجاوب short answer. ممكن أقول he works in the hospital، هو يعمل في المستشفى. ممكن اقول in the hospital، دي short answer. ممكن اقول complete answer، ممكن اقول short answer. تعالى كده نقول where does a doctor work. ممكن اقول in the hospital او اجاوب complete answer he works in the hospital. طب هنا حطيت works، حطيت ليه s؟ عشان هنا السؤال بيسأل في زمن ايه؟ present. ده helping verb بيقول لي ان السؤال بتاعي في زمن present simple، يعني الفيرب بتاعي لازم يكون فيه اس اور اي اس اور اي اس. يبقى هقول هي وركس ان ذا هوسبيتال، هي وركس ان ذا هوسبيتال. يبقى تعالى كده نراجع مع بعض. از ذات يور هاند؟ طبعا انا هنا مش هقدر اجاوب غير لما ابص على ايه البيكتشر اللي عندي. تعالى نشوف البيكتشر عندي بتتكلم عن ايه هنا؟ فوت. طب هنا بيتكلم جوه عن ايه؟ عن هاند. يبقى هقول ايه؟ نو ات ازن. نمبر 2. از شي ا نيرس؟ هل هي ممرضه؟ هقول ايه؟ yes she is، عشان طبعا البيكتشر مطابقه لايه؟ للكلام اللي جوه. does her knee hurt؟ هقول yes it does، عشان هنا طبعا الصوره مطابقه. where does a doctor work؟ هقول he works in the hospital، طبعا الدكتور بيشتغل فين؟ in the hospital. طبعا وهنا ممكن اجاوب اجابتين، ممكن اقول short answer، ممكن اقول complete answer. ممكن اقول he works in the hospital، ممكن اقول in the hospital. for next time بتاعنا why is that زي. هنا بيقول لك words. تعالى كده نشوف اول words. number 1 mother. what's the meaning of mother؟ ام. mother father. what's the meaning of father؟ اب. brother. what's the meaning of brother؟ اخ. this. what's the meaning of this؟ هذا او هذه اسم اشاره للمفرد القريب.
What's the meaning of that? هذا أو هذه بس للمفرد البعيد. Again. Mother. What's the meaning of mother? أم. Father. أب. Brother. أخ. This. هذا أو هذه للمفرد القريب. That. هذا أو هذه للمفرد البعيد. Mother. Father. Brother. This. That. Mother. Father. Brother. This. That. Voiced th words the these it means it means هنا معناها ايه سنة رابعة دي احنا عارفين ان زيس مع بعض معناها الجمع للايه للقريب الجمع للقريب اسم اشارة الجمع القريب they معنى هم they theirs هنا صزف بمعنى ايه يملكهم او بتاعهم هم يا امتلاك يعني مملوك these, theirs. They. Again, these, theirs, they. Again, these, theirs, they. Voiceless, sa. Bath. It means banyo. Thirsty. Achon. Thursday. الخميس. Thursday. Mass. رياضية. Bath. Thirsty. Thursday. Math. Bath. Thursday, math. Voiceless. The. North. اتجاه الشمال. Thick. سميك. Birthday. عيد ميلاد. سيم رفيع north thick birthday thin north thick birthday thin north thick birthday thin thank شكرا Thank, شكراً. Three. رقم ثلاثة. Thank, شكراً. Three. رقم ثلاثة. Mouth. فم. Mouth. Again. Thank. Three. Mouth. Thank. Three. Mouth. Do they both have the same TH sound? Listen and put true or false. السؤال ده معناه ايه يا ولاد؟ معناه انا هنطق الكلمتين father mother. الصوتين دول الكلمتين دول ليهم the same th sound يعني father mother. خدي بالك كده من نطق th father نطقتها ايه؟ the mother the يبقى ليهم the same th sound يبقى true or false true very good number two they three ليهم the same th sound they false very good they نطقتها the و three sa number three thick thin ليهم the same th sound true number four mouse north ليهم الاثنين the same th sound true mouse north listen and circle the words with the short vowel
هنا اسمع واحط دايره على الشورت باول. نمبر 1 thin kite. thin kite. thin thin دي شورت باول. نمبر 2 thank big. thank big شورت باول. thank thank. نمبر 3 that three. that three. that that short vowel. Number 4 these the. these the. again thin kite. thin. thank big. thank. thank big. big. thank big. thank. Number 3 that three. that. Number 4 these the. the. Number 3 read and circle the odd one. هحط دايرة على الكلمة المختلفة. اقرأ وضع دائرة حول الكلمة المختلفة. Number 1 Saturday, math, Tuesday, Thursday. Saturday, sat, math, رياضة. Tuesday, ثلاثاء. Thursday, الخميس. يبقى مين المختلف؟ يلا نترجمهم كلهم. سبت ماث رياضيات. تيوزدي ثلاثاء. ثيرزدي الخميس. كلهم days of the week except ماث. very good. number 2 thick thin fat fast. translate it. سميك thin نحيف fat سمين bath بانيو. بانيو مين المختلف؟ fast. thick thin fat all of them are adjectives except bath. Number 3 sister brother mother. 3 number 3 ثلاثة ثلاثة sister أخت brother mother أم مين المختلف فيهم؟ 3 Number 4 this that these they. this that These, they. This it means هذا وهذه اسم إشارة. That تلك اسم إشارة للبعيد. بعيد جمع اسم إشارة للجمع القريب. They هم يبقى كلهم possessive pronoun except they possessive subject pronoun. Again Saturday math Tuesday, Thursday. Mass. Number 2, thick, thin, fat, bath. Bath. 3, sister, brother, mother. 3. Number 4, this, that, these, they. They. Excel yourself, listen and complete. وده سؤال دلوقتي عشان تختبر نفسك. Listen and complete. استمع and أكمل. Number 1 She has two space. Space. Number 2 She is space. She isn't fat.